السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، صباح الخير، كيف الحال؟ مساكم طيبين، شلونكم؟ أموركم زينة؟ يا هلا والله، مسهلا، يا مرحبا. ما في دوام، الدوام للدائم سبحانه وتعالى. تقهوا يا رجال، تقهوا وتعلل وأمورك طيبة إن شاء الله. يا صباح النور، الخبز على التنور. الله يجعلكم دائما طيبين ومن ربنا قريبين. عليكم السلام أخت أم محمد. عليكم السلام، صباح النور، الله يسعدك. دكتور أبغى تفسير. بما أنك قلت دكتور، يلا سام أبشر. دكتور توني، صباح الخير يا طلع. يا صباح النور شيخ معال عبد الله، يا لا والله. والله انا ماني دكتور، بس صراحه رفعتوني فابشروا بالخير. وداكم حطيتوني تيني الدكتور، تستاهلون كل خير. وشلونكم؟ عساكم طيبين. تصدقني مرسل لك رؤيه من بعد رمضان في السناب وما رديت عليه الحين. والله ايش اسوي، جيتكم واحد وجيتوني جماعة، ما هي شجاعة. والله قبل شوي ناظر عدد الرسائل في السناب 6571 في السناب 6571. بروفيسور بعد، أبشر الله بالتفسير اليوم إن شاء الله، مدام فيها دكتورة. شرب الخير يا مهندس، ده أنا بتاع كل اليوم. أما من رمضان لنا الله أجل، يا حظ لي له ربي عز ربي سبحانه وتعالى، ما خاب. نبغى رقية مختصرة. والله شلون يعني رقية مختصرة؟ يعني شلون يا طيار؟ كمان 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 بوي، كمان بوي. موجودين قليلين في السناب، شو بالخير. طيب، صليتوا على النبي؟ ما بي شيء. ضفتك في السناب، ما ضفتني، ما اضيف احد انا. ارقد احسن لي، ارقد احسن لي، ارقد ارقد. يقول نوم الظالمين عباده. يا استاذ خلاص احد يا نجار. طيب، صلوا على النبي، اللهم صل على نبينا محمد. شفتوا الرقم اللي في البايو؟ الرقم اللي في البايو مفتوح للاتصال، استقباله الان. يلا، اللي عنده رؤية يتصل. اتصالات اليوم ضبطنا الوضع، حطيته في جوال جلاكسي. ابشروا بالخير. يلا بسم الله، اللي عنده رؤية يتصل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام الله، تفضلي. ممكن شيخ تفسر لي؟ تفضلي. شيخ، أنا حلمت بطليقي أنه راكب معي سيارة، وأنا اللي أسوق السيارة، وأطفالي معي ورا، وكنت ماشي لين وصلت طريق تراب، وفي حفرة على الجنب، في حفرة، وقفني قال وقفي، وركب معي وقال ارجعي على الريوس، حط السيارة على الأرض، قال ارجعي على الريوس وعدل لي الكلاكسون علشان ما تطيح وكذا يقول. بعدين عدلها، رجعت ريوس، بعدين طلعنا من الطريق هذا ووقف طريق ما طويل، قال خلاص امشي هنا وقمت. حلمت ان طريقك راكب معك في السيارة؟ اي، راكب معي في السيارة. وانت اللي تسوقين؟ اي، انا اللي اسوق. ايوه، وبعدين؟ بعدين وصلت طريق ترابي، معي من البداية يعني، وصلت طريق تراب وفي حفرة مستطيلة على جنب، قال لي وقفي هنا عشان ما تدري، انت ما بتعرفين تمشين يعني. وقفت وعدلي الدركسون وحط ايش اسمه هذا، كيرفان مدري وشو، على الار، قال ارجعي ريوس،
وارجي ورا ارجي ورا. بعدين مشيت كذا على طريق ثاني طويل ما في حفر، لا خلاص امشي هنا. متى هذه الرؤية؟ امس. هذه امس. والطلاق قريب ولا بعيد؟ شهر 8 يعني راح. كلمك بالرجعة والإصلاح؟ لا لا ما. أنا خلعته. إيه أنت اللي خلعتيني. طيب ذريتك عندك أو عنده؟ لا معي بنت ولد. طيب أسأل الله يصلح الحال. الرؤية تتكلم عن أوضاعكم اللي بينس وبين زوجس، يعني الحاجات اللي قاعدة تحصل بينكم، تتكلم عن أمور حياتكم الخاصة، يفضل أنه ما يتكلم فيها في العام، بس ما فيها شيء ثاني. ما فيها شيء، لا تتكلم عن أموركم الخاصة، يعني شيء خاص فيكم. الله يحفظك يا أختي، السلام عليكم. آمين. وياك وسعيدك خير. ترى الدقة والله مو أنا اللي حاطها. يولي لبو لمبة. السلام عليكم. السلام عليكم. ارفعي صوتك تفضلي. وش معت؟ قفص. ايوه ايوه لونه ابيض. ايوه لونه ابيض. ها. وكان في داخله نبتة خضراء صغيرة، وكانت تلم النبتة، وكنت أقول كانت تلم النبتة، وكنت أقول للأختي ما أدري كيف النبتة قاعدة تلم. ها. وانتهت الرؤية. حال اجتماعي وش؟ كيف؟ وش حالة الاجتماعية؟ متوجة. متى الرؤية؟ قبل شهر تقريبا. أنت حامل؟ لا أنا مو حامل. لا. أكيد. إيوه. تدرين عن نفسك ولا لا طيب؟ لا ما أتوقع حامل. إيه. أنت تنتظرين مولود أو إنك تبين تحملين أنت أو ما تبين؟ كيف؟ أنت تبين الحمل حاليا ولا ما تبين؟ صراحة ما أفكر في هذا. اي انا اقول تاكد من مساله الحمل، اقول والله اعلم، قد يكون هذه الرؤيه تتكلم عن حمل، في حمل انك حامل ببنت والله اعلم، او حملك القادم يكون ببنت. بس السلام عليكم. السلام عليكم. هذا صوت السماعه. عليكم السلام، تفضلي. لو سمحت يا شيخ، انا تحلمت اني اطوف بالكعبه. ايوه تحلمت اني اطوف بالكعبه، وانا اطوف كان لازم اطوف بالكعبه شتمه او طلع من درج. كان تطوفين بالكعبه وايش؟ اطوف بالكعبه. ايه وكان نازل مع الكعبه درج. نازل مع الكعبه درج؟ مع سطح الكعبة. مع سطح الكعبة. نازل كذا، نازل درج كذا على 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 الطحن. طيب. بعدين قعدت واشوف اني ادور، انا اطوف من تحت الدرج، المفروض نمر من قدام. من قدام الدرج. ايوه. بعدين اشوف اني خلصنا العمرة. واشوف تاني مو متزوجة ولا عندي اطفال. انا طبعا متزوجة عندي اطفال في الحقيقة. ايوه. بعدين أشوف إني كني طلعنا من الحرم، وشفت رجل أسمر جالس على الدباب وعيونه لونها خضر، وكأنه عجبني، يعني عجبني، قلت شكله جميل. أسود ولا أسمر؟ بعدين كنت أسمر أسمر أسمر. أيه. حمضي كذا، مو أسود، حمضي كذا. طيب. بعدين رحنا، أشوف إني رحت للشقة، وكأن الشقة فوق محطة. بعدين وانا برجع برش الشقة كذا، الا ارجع اشوفه مرة ثانية. بعدين قلت يمكن يعبي بنزين كذا في نفسي يعني، واشوف اني رجعت ورحت وانتهى الحلم.
أنت اللي تقومين بشؤونك الخاصة، يعني من رعاية نفسك، من مراجعة دوائر حكومية، أو تقضين حاجاتك بنفسك؟ لا أي. لا الحمد لله لا أي. ما تقضين أنت حاجاتك الشخصية بنفسك؟ لا يعني إذا مثلاً دوائر حكومية زي كذا لا، مثلاً لو بروح للسوبر ماركت أنا اللي أروح أنزل أجبك، لو بروح للملابس أنا اللي بنزل أشتري، لكن دوائر حكومية زي كذا لا. أي. طيب هذه الرؤية متى؟ يمكن قبل أسبوعين. أعيد الرؤية من جديد، كأنك تطوفين تقيم بالكعبة، معك أحد حولك، أحد حولك ناس؟ إي معي أهلي، أشوف إني رايحة أنا وياهم عمرة. إي أشوف معي أهلي، كني رايحة أنا وياهم عمرة، أطوف بالكعبة، وكأن الكعبة نازل من عند سطحها درج، وأقول المفروض إن إحنا ما نمر من تحت الدرج، المفروض من قدام الدرج نمر، وخلصت عمرة رحت كني بروح للشقة، بعدين شفت واحد على الباب جالس وأنا أسمر، لأن خضر وكأنه عجبني شكله. بعدين رحت للشقة وشفته مرة ثانية بالمحطة، واستغربت إني شفته مرة ثانية، وقلت يمكن يعدي بنزين، ورجعت مرة ثانية للشقة. بس هذه الرؤية متى قلتي لي؟ قبل يمكن أسبوعين. أصغر عيالك كم عمره؟ عمرها 6 سنوات. حامل أنت حاليا أو قريبة من حمل؟ لا لا لا. موظفة أو غير موظفة؟ غير موظفة. عيدي لي متى الرؤية؟ أنا مش كنت تبي لي سجل الرؤية متى؟ قبل أسبوعين. قبل أسبوعين تحديدا، يعني يمكن قبل أسبوعين. حضرتي مناسبة بعد الرؤية؟ مناسبة زواج أو شيء؟ لا زواج لا ولا لا. ما وضحت لي الرؤية، الله أعلم. طب بس إذا ممكن طمني طويلة شوي. نعم. تحلمت كأني طالع بالنفود. طيب أيوة. نفود، أرض نفود زي السنارة كده. أيوة. وأشوف إنها ممطورة، وتعرف الأرض كيف إذا مطرت كيف تجي ممطورة ورويانة، مرة رويانة، فإلى الأرض حمراء. ومعجبني جو، معجبتني الأرض، أنا ناظر الأرض مرة حمرة ممطورة، مرة حلوة الأرض. ومعي ناس، معي ناس من جماعتنا، ناس أقابي، أهلي، حليم، إخوان كذا. وأشوف أبوي معنا، وكأنه ضايف صدري من ناس معنا، موجودين معنا، بس ما أدري منهم. بس أشوف أبوي وجهه مو زين، مو حلو وجهه، وحالته مو زينة، وجهه مو زين، أبوي أسمر كذا، وأشوف إنه مرة أسمر، مرة مايل للسواد. طيب بس كذا. طيب عندك أكرم الله من يسمع مشاكل في الحيض؟ اي عندي، انا عندي مشاكل. اسال الله يكتب لك العافيه. والله اعلم ان الرؤيا والله اعلم ان الرؤيا تدل على حالتك هذه، المشاكل في مساله الحيض. وعسى الله يكتب لك العافيه، بس هذا اللي يظهر لي. بالنسبه لرؤيتك الاولى، إن كنتي ما تنتظرين الولد، إن كنتي ما تنتظرين يعني، أو حامل أو شيء، أو حملك القادم قد يكون ولد، والله أعلم. زوجك فيه سمار؟ زوجي فيه إيه؟ أسمر أو حنطي؟ إيه أسمر. إيه. أنا أقول العالم قد ترزقين بولد يكون لونه قريب من لون أبيه، والله أعلم. اللي هو هذا الشخص اللي قاعد على الدباب وعجبتي فيه، هذا اللي يظهر لي والله العالم. يعني أنا لو حملت أحمل بولد؟ نعم. يعطيك العافية، شكرا. أبداكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. الله. لو سمحت عندي حلمين في عمي. نعم. عندي حلمين. ايوه. الحلم الاول احلم اني اكون معزومة عندهم. معزومة عند من؟ اروح عندهم عشاء. معزومة عند من؟ وتكون زوجت عند عمي. ايه.
إيه أخو أبوي. أيوة. فأكون معزومة عندهم وأشوف زوجته يعني كذا تسوي نفسها إنها طيبة وتسوي نفسها إنها خدومة وكذا، وأنا أعرفها إنها خبيثة يعني. فتسوي حركة وكذا وأقوم نتهاوش أنا وياها وأقوم أطقها. أيوة. فيجي عني يطقني دفاعا عنها يعني. أيوة. فأتهاوش أنا عني ليش دفع عنها وأنا أدي من حركاتها يعني. من أيه. تحت لتحت كذا. هي قشرة في الصدق يعني. تكون في الحلم إنها طيبة وتكون في الحلم إنها. أيه. يعني. سوت شيء أنا اللي. وفي الصدق هي قشرة. إيه. إيه. بس طيب. طبعًا أنا وياها ما نتعاطى وعمي يعني دافع عنها عرفت. طيب. يدري إنها شرانية بس نواقف معها. طيب وش الرؤية الثانية؟ دافعنا أنا وعمي، أنا عمي الحين ما. طيب اتركيني من هذه الرؤية الثانية وش؟ كيف؟ الرؤية الثانية وشي؟ الرؤية الثانية حلمت إنك بيت عمي في عشاء. وقلت أبغى أروح حمام الرجال الله يكرمك أوسع من حمام الحريم وأحسن. فرحت حمام الرجال وجاء عمي هذا وطق الباب يبغى يدخل الحمام يعني ما يدري أنا فيه. فقاموا عيالي قالوا ترى ماما جوا. فقام فتح علي الباب كذا وأنا قمت. قال لي جابك هنا عند حمام الرجال وكذا وهاوشني أنا ليش تدخلين حمام الرجال، وأنا سكت ما رديت عليه. وقمت بطلع بروح قسم النساء، فشفنا في رجاجيل كانوا قاعدين يسوون مسابقات وكذا، ما قدرت أمر من عندهم قلت بيشوفوني بنصبح يعني. فلقيت غرفة بجنب الحمام ودخلت فيها وسكرت الباب. فقلت إذا علم علي يعني قال إنها شفتها وكذا بقول إني كنت أغسل ولدي الصغير يعني. بس انتهى الحلم. طيب اقول لك شيء صدق يعني والله انفيت والله انفيت حقت انت بعد ترى كيف اقول انت فيت حقت والله ما فهمت يعني يعني في قشاره على مرت بنت عمت مرت عمت في قشاره عليها وتتدخلين يعني في حاجات خاصه انت أو أنا دخلت فيها إيه؟ إيه إما أن تدخلين في حاجات خاصة تخصهم أو الناس يعني تتطلعين لهذا الشيء. لا يعني إحنا كنا زمان يعني كانوا جيران عرفت. اسمعي بس مني. كان عمي يقول لي قبل اسمع. ما أتزوج كان يقول لي لا تدخلين في إيه؟ في من نعم يعني في متزوجات خليك أنت في بنت وهو ما إيه؟ متزوج. اسمعي بس مني. طيب اسمعي مني الرؤية تدل والله العالم على أنك قد تدخلين في ما لا يعنيس اللي هو دورة المياه اللي دخلتيه حقة الرجال. هذه يعني حياتهم الخاصة دخلتي أنت يجيس من عمك ما يردعت يأتيك من عمك ما يوقفك عند حدك أنت عندك بعض الأمور اللي تبررينها لكنها غير صحيحة فأنا أقول أصلحي ما بينك وبين الله عز وجل علاقتك مع الله عز وجل أصلحيها قبل كل شيء من يتقي الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب هذا واحد اثنين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا يعني يصلح الله عز وجل علاقتهم مع الناس عرفتي أصلحي علاقتك مع الله قولي الكلمة الحق ولو كانت على نفسك وأسأل الله أن يوفقك لكل خير يا أختي السلام عليكم الرقم موجود في البث في البايو ألو نعم ألو نعم جماعة الواحد يصدق مع الله عز وجل وما يصدق مع الناس ألو نعم ألو نعم ألو ألو نعم السلام عليكم السلام ورحمة الله تفضل مفسر أحلام تفضل يا أخوي ألو تفضل يا شيخ أنا عندي عمي متوفي له 3 سنوات رحمه الله ايوه وطول الـ3 سنوات هذه يعني ما بين كل فتره وفتره احلم فيه طيب وش شفت؟ يعني اخر حلم اللي هو اليوم وانا نايم حلمت اني داخل عليه في مجلس وهو عمي الثاني وجيت بسلم عليه وكان يضحك بوجهي مبتسم وجيت سلمت عليه بس كذا؟ ايه وسلمت عليه وانتهى الحلم
طيب خير إن شاء الله بإذن الله. أنا لعله أصاب خير ولعله من أهل الخير عمك، أقول والله أعلم. وجوه يومئذ مستبشرة وجوه يومئذ مستبشرة ضاحكة مستبشرة، أو وجوه يومئذ إيش الآية ذكروني يا جماعة نسيتها، أستغفر الله، في سورة عبشة. بس بعد وفاته يا شيخ حلمت أنهم يرجعون يدفنونه مرة ثانية، يقضون دينه إن شاء الله. أسحب أن ما يدفنونه، هذا يقضون دينه، يقضون دينه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. فأنا أقول والله العالم إن شاء الله بإذن الله، لعل الله عز وجل يصيبه برحمته. أما دفنه مرة ثانية هذا إما يقضون دينه أو يقضون بعض حاجات اللي كانت متعلقة فيه. إما يقضون له دين ذريته أو جماعته، أو أنهم يعني يتحللون ممن صار بينه وبينهم حاجة أو شيء. السلام عليكم. أحسنتم جزاكم الله خير، ذكرتوني بالآية. إيه هذا الرقم ثبتت لكم، ثبتت لكم الرقم ثبتت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام الله. السلام تفضلي. الشيخ الله يسلمك. تفضلي. ألو. تفضلي. عليكم السلام. اسمعيني من الجوال، لا تسمعيني من البث، اسمعيني من الجوال. شوفي الشيخ الحلم لأني فوق سطح في الليل، وسطح حرمة اسمها سعدة بس إني ما أعرفها، ولأن فيه رجال يناظر فيه وأنا فوق السطح. أيوة. السلام عليكم الشيخ. أسمعت أسمعت، كملي. عليكم. أشوف من كمية فوق سقف حرمة اسمها سعدة الليل، ولن في رجال يناظرني. إيه؟ ونزلت لأني في بيت كان في حريم واجد، ونزلت لأن علي فستان نقاتي وفي كريستال. فستان إيش؟ وفستان مرة حلو، شعري طويل أسود لركض كيف. فستان إيش؟ لأن الرجال في السقف فستان يعني مرة حلو وفي كريستال واجد. إيه؟ ونقاتي وكان شعري طويل أسود لاركتي، وكان في ناس متجمعة ولنا رجال هذا وراي، ولن في وحدة اسمها أحلام بسلم عليها، وسلمت عليها ولن البنات كان يهدن عني وعن الشخص اللي وراي، ولن في درج طويل بعد ما سلمت بعدين تنزل معه، نزلت حطيت رجلي على أول درجة وحدة، ولني في الصحراء كذا ما فيها أحد غير أنا والشخص هذا. صحيت من الحين. الشخص هذا تعرفينه؟ لا والله يا شيخ ما أعرفه. أيه. من قبل شهرين. حالتك الاجتماعية؟ غير متزوجة. أيه. هذا الرؤية قبل شهرين؟ أيوه. أيوة. تصلين الليل؟ أيوه صلي أحيانا مهو. طيب خير إن شاء الله. هذا الرؤية والله أقول والله العالم تدل على زواجك وسترك بإذن الله، والزواج هذا تكون فيه زفة لك إن شاء الله، والله أعلم. ما أسمعك يا شيخ. زواج لك إن شاء الله بإذن الله، وتزفين إلى رجل وقد يكون يعني من البدو. من إيش؟ من البدو، رجل بدوي من أصول بدوية. طيب يا شيخ أختي بتكلم في المايك. إيه. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. الشيخ الله يسعدك بالعافية، بدك تفسر لي حلم. نعم. يا شيخ أشوف زوجي متوفي، وأشوف إنه أشوف مطالب أسنانه مرة جميلة أسنانه. أقول لها أنت كيف سويت أسنانك؟ يعني مستحيل إنك سويت أسنانك كذا. وجالس أشوفها عندي. جالس إيش؟ جالس أمامي. إيه. زوجك وينه؟ زوجي يقول لك متوفي من 4 سنوات. الله يرحمه. دقيقة بس دقيقة. أسنانة جميلة. أقول له أيوة، أقول لها غريبة يعني ما شاء الله كيف سويت أسنانك؟ قال سويتها، كنت مغسلها لي موية حار أو موية بارد وسويت أسناني. بس كذا؟ أيوة. عندك عيال منه؟
ايوه عندي ولد وبنت. الله يصلح لي اسمها عطات. اللهم امين. طيب انا اقول ان شاء الله باذن الله ترين ما يسرك من ذريتك والله اعلم فيه. ترين ما يسرك من ذريتك باذن الله والله اعلم. اللهم امين. يتقرب حمدك. اياك الله يحفظك. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام والله تفضلي. لو سمحت يا شيخ أنا متزوجة وأشوف يعني أكثر من مرة بحيل إني تزوجت مرة ثانية. أعطيني الرؤية. يعني أكثر أيوة يعني أشوف إني تزوجت مرة ثانية بس بتفاصيل مختلفة يعني أول حيل مثلا تزوجت وكنت لابسة فستان وكذا وكنت مرة مبسوطة وفي ناس يجون أهلي يقول يلا بسرعة يستناك زوجك برا وأقول له لحظة دقيقة بس أرتب شنطتي ومرة من فرحانة. متى الرؤية؟ يعني قبل فترة طويلة وبعدها فترة كمان يعني أقرب برضو إني كنت يعني متى 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 يعني في الشهر هذا الرؤية الثانية وبرضو كنت متزينة وفرحانة وفيها قاربي والزوج كان في البيت يعني متزوجة رجل غير زوجك. ايش متزوجة رجالا غير زوجك؟ لا لا نفس زوجي. نفس زوجك فرحانة في الحين اللي زوجته مبسوطة ونفس الزواج العادي يعني لابسة فستان ومعايا اهلي وفرحانة. انت حامل؟ الثاني اللي قلت لاخواتي فستاني انا من زمان عنه. انت حامل؟ ما ادري ما عاد فتح. لا 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 من حامل. ايه مقبلة على حمل؟ لا حاليا ما اتاكد. ايوه ايوه الثاني وشو؟ انه حتزوج والزواج كان في بيت ابوي يعني في بيت اهلي. ايوه وفي اقاربي زي كذا وقاعده يعني استعد الزواج وكذا ويعني فرحانه مره بعدين قلت لاخواتي الثاني انا من زمان يعني ما تبست يعني من اخر مره تزوجت لفتره لسنين يعني ما عاد فتحته ما ادري مكوي ولا نظيف ما ادري عنه. قالت اختي لا تخافين كل شيء جاهز انا جهزته لكي كويته وغسلته كل حاجه ومره يعني كنت مبسوطه زي كذا. المره الثالثه برضه اني فرحانه وحتزوج يعني حلمت هذه الرؤى متى يعني هذه الرؤى متى كنتي جبتي عين كم وحده علي ها انت كم جبتي يعني وحده يعني كلها نفس الذكرى اني تزوجت مره ثانيه واكون مبسوطه ولابسه فستاني وزي كذا ورايحه لزوجي اللي هو اساس زوجي الحقيقه يعني. كم عمر اصغر عيالك؟ سنتين ونص. ايه سنتين ونص. الله يصلح لك اسمع عطاء بس خلاص. ايوه بس يعني علاقتك بزوجك طيبه وقت الرؤى؟ ها علاقتك بزوجك طيبه وقت الرؤى وقت الرؤى اللي رايتيها؟ ايوه الحمد لله. الحمد لله يعني ما في بينكم مشاكل تفترقون وترجعون ثاني مره؟ لا 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 يعني الحمد لله تمام. الحمد لله. وانت موظفه او غير موظفه؟ لا غير موظفه. ايه وكل الرؤى ترين انك تتزوجين زوجك من جديد. ايوه واكون مره مبسوطه مره مره يعني. الحمد لله. طيب الرؤية عندي لها احتمالين. اخر مره متى رايتيها اخر مره؟ اخر مره يعني خلال هذا الشهر ما افتكر متى يعني. طيب الرؤية تدل في يعني على الامور الخاصه اللي ما بينك وبين زوجك. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فأنا أقول والله العالم هذه الرؤية تأكد من مسألة يعني شيء خاص فيما بينك وبين زوجك. عرفت شلون؟ يعني الشيء الخاص اللي بين الرجل وزوجته قد يحصل حمل لكم والله أعلم. لس أنت من زوجك أو نس تتحملين يعني حمل فوق طاقتك أنت قد يكون بعض الأعمال يعني اللي يشغلك فيها زوجك يعني إحدى الأمرين. طيب شكرا. الله يحفظكم. جماعة أي أحد بيستهبل يا 505 أي قلت كم كلمة استهبلت استهزأت بالمتصلين ما هو عاجبك اطلع والله ما انت ملزوم. اما انك تقعد تطقطق وتستهبل وتستهزئ انت ولا غيرك في التفسير
أو في رؤى الناس أو تسخر من الناس، أنا ما أتقبل هذا. إذا كان بعض الناس ما هم متربي، أو أنه يسوي نفسه ظريف، أو يسوي نفسه بيضحك المجموعة اللي موجودين معه، ما أتقبل مثل هالشيء. اطلع البث ثاني على مستوى عقليتك، على مستوى فكرك، وقد اضحك واستهزئ، لا مرحبا فيك ولا مشهلا. أنت لا أنت يا 505 ولا غيرك اللي تستهزئون برعاية كذا برعاية كذا. هذا الشيء اللي أجتهد فيه وأفهمه. اللي مو بعاجبه يطلع برا من الآن أقوله. وأي ثاني مرة كلمة من أي أحد ثاني، أنا شايل الشعارات حقت معليش قطع. أنا عارف. ألو. ألو. إيه تفضلي. حلمت اني قاعده البس زي القلاده الكبيره. قلاده كبيره. ايوه. وقالت هي اقول انها لاختي ذهب اختي، واختي وكانت تستعد للزواج، وهي اساسا ما هي لا مخطوبه ولا متزوجه. طيب كان في الحلم سالت عن زوجها، قالوا انها تتزوج الثاني، لا زوج اختي الثانيه. ما فهمت ترى كلامك، عيدي من جديد الرؤيه. حلمت اني البس ذهب، الذهب هذا حق اختي. ايوه. وكانه ذهب زواجها. ايه. ما يصير. ايوه. واختي بالاساس ما هي متزوجه. ايه. ما هي متزوجه ولا متزوجه. وانتي؟ وسالت هل انا متزوجه عندي اطفال؟ نعم. نعم. وسالت عن زوجها من هي متزوجه؟ كانت متزوجه زوج اختي الثانيه. طيب. بس كذا؟ إذا هذا انتهت شوية. أمورك الصحية طيبة؟ الحمد لله ما عليها. أختك مرت بظروف صحية أو ظروف يعني أدخلتها في هم وحزن؟ الحمد لله فيها يعني فيها تعب بس شيء بسيط مو يعني. طيب دخلتي فيما دخلت فيه بعد تعب لها يعني جاس ما جاها من تعب من قلق من تعرضت لما تعرضت له؟ في تقريبا. طيب هذا تعبيره والله أعلم، هذا التعبير اللي يغلب على ظني والله أعلم. الله يسعدك. في رؤية ثانية يا شيخ. نعم. حلمت كأني جاي في بارك وشفت زهور ناقصة. ويش كيف؟ كيف؟ كأني حمري ورد زهور في بار ناقصة وها ناقصة. إيه. وأجد فيها ريحة طيبة. نعم. موظفة أو غير موظفة؟ لا ما هي موظفة. بعد الحلم قدمت على وظيفة. إيش؟ بعد الحلم قدمت على وظيفة. ترزقين إن شاء الله بإذن الله برزق الله أعلم. يفتح الله عليك. السلام عليكم. بارك الله فيك. اللي يقول رد انا اتصل انا مشغول، انا مو لك الحال، خذاني ارد على غيرك. سلامت الله. السلام عليكم. السلام عليكم. احكي لك قبل اسبوعين تقريبا او 3 اسابيع حلمت اني انا ولدت وانا مو متزوجه. حلمت اني ولدتي. وكان الحمل يعني الولاده جدا مثيره وانا تعبت وانا حسيت باي الام، حتى اختي استغربت انه كيف ما حسيت باي الام. وجدت ولد مرة جميل يعني كنت مبسوطة فيه، وحتى يعني أوري أمي وأوري أخواتي الولد. نعم. بس كذا؟ إيش؟ رأيتي النجاح ولدتي وحملتي ولدتي وجبتي ولد جميل. إيه. بس. كنت مبسوطة فيه وأوري أمي، وأنا مين متزوجة ولا مخطوبة، تقريبا حلمت قبل أسبوعين. خير إن شاء الله. وما حسيت بأي آلام وقت الولادة ولا أي تعب، يعني حتى أختي كانت مستغربة تسألني ليش ما حسيت بأي آلام. خير إن شاء الله. هذه الرؤية متى؟ ألو. الرؤية متى؟ قبل أسبوعين تقريبا. قبل أسبوعين. خطبتي بعدها أو شيء؟ إيش؟ خطبتي بعدها؟ لا لا. ايه متاخره في العمر يعني في مساله الزواج. الو. اقول متاخرك يعني متقدم فيك السن؟ ما في احد متقدم لي حاليا. عمرك متقدم السن فيه؟ لا 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 توني في بدايه العشرين.
الحمد لله. الرؤية تدل على زواجك إن شاء الله، والله أعلم. إن شاء الله. يسر الله أمرك. إن شاء الله. السلام عليكم. يعطيك العافية. أنت اللي اسمك هدى، زعلتني يا شيخ، ما عاد أدق عليك، والله ما عاد أدق عليك. لا تدقين، والله أحسن، فك منس. ميت عليه أنا. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخ أبغى أكلمك الموضوع ضروري بس مو في البيت. خلاص إن شاء الله وقت ثاني. يعني ما هو رؤية؟ شيء جدا مهم يعني، بس ما أقدر أقوله قدام كل الموجودين. رؤية ولا إيش؟ إيه رؤية. لا رؤية يعني رؤية إما في البث أو السناب، بس بالاتصال أو السناب. الرؤى أرسلها سناب عسى الله يسلم. رمضان وكذا بس. سويت شيء اليوم يعني، وحتى شيء غريب يعني، أنا سافرت مكة عشان تشوف إيش معنى هذا الشيء، تقول لي ما أعرف إذا هو سحر أو لا. طيب إذا هو شيء يخص الرقية الشرعية ارسلي على رقم الرقية الشرعية واتساب، برد عليك إن شاء الله. على واتساب؟ إيه. نفس الرقم ده؟ لا، الرقم حق الرقية الشرعية. طيب طيب شكرا. يا ال 505 اطلع برا، انك ما انت بكفو تجلس والله العظيم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام والله. يا شيخ تفسير؟ تفضلي. وشو؟ تفسير؟ اي تفسير تفسير. لو سمحت، أنا دعيت بوحدة في المنكزة في مكة. وش سويتي؟ وبعد دعيت بوحدة في المنكزة، وحدة تعبانة دعيت لها في المنكزة في مكة. ولما جيت بعد 3 أيام حلمت فيها برؤية معايا. أسمعك. حلمت فيها برؤية إن هي كانت مبسوطة وأنا مبسوطة، وقلت خلاص اللي فيها راح. وبعدين أشوفها كده على الجانب اليمين في مكان مرة أبيض، وأشوف اثنين يدورون يقولون كيف اللي إحنا سويناه راح. هي حربة ورجال، أنا أعرفهم شخصياً، والرجال يقول أنا سويت كذا عشان أنا عارف لو تقدمت لأبوها وأمها، لو تقدمت لها وكلمت أهلها، لا أهلها حيوافقون ولا حتى هي. وبس انتهى الحلم. يعني أنت تشوفين إن فيها مرض هي؟ إيه؟ أنت شايف أنها مريضة؟ صاحبتك اللي دعيتي لها مريضة؟ ايوه، هي في الحقيقة خطيبة اخوي، ويوم العقد هي تعبت يعني، بعد عقد النكاح هي تعبت. يعني انت تظنين ان فيها سحر او تتوقعين فيها سحر؟ ايوه تقريبا زي كذا. هذه الرؤية حديث نفس. حديث نفس؟ نعم. الله حديث يحفظ. نفس نعم حديث نفس. طيب شكرا. حفظكم الله. طيب إذا أنا أعرفهم يعني، أعرف اللي شفتهم في الحلم شخصيا. حديث نفسي يا أختي، لا تلتفتي لها، الشيطان هذا. الله يحفظكم. طيب شكرا. السلام عليكم. 505 طلعته برا. شكله تهدب، بلقته. السلام عليكم. مرحبا ومسهلا الشيخ سعود، الشيخ جاي جاهز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ تفسر؟ اي تفضلي. الله يعطيك العافية شيخ. حلمت كأني في غرفة معايا بنت خالتي، كأنها تنقش في يدي من الكف للكتف، فتقول لي بقول لها زيني الحنة أفضل من نقش أختي في اليد اليسار، فجأت تضحك وانتهى الحلم على كذا. من اللي نقش لك؟ بنت خالتي. قريبة منك هي؟ اي يعني بيننا زيارات كذا. يمكن قبل كانت قريبة، الحين عادي. متى الرؤية؟ يمكن قبل شهر تقريبا. ومتى كانت قريبة منك ومتى صارت بعيدة شوي عنك؟ لا ممكن قبل الزواج، قبل ما اتزوج، انه هي كنا عادي. طيب الرؤية تدل على يعني اقتراب علاقتكم كما كانت، بس كيف يعني علاقتكم ترجع زي ما كانت قوية إن شاء الله بإذن الله. إن شاء
الله يحفظكم. ذكر. يا جماعة أنا أتصل مشغول، فرغ لي وقتك. شو الكلام؟ تعال الجوال مفتوح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. ما بحصل. تفضلي. ها؟ يعني؟ أيوة. يعني؟ أيوة. أيوة، حلقت أختك توم خالص أنفاس. أختك توم خالص أنفاس. إيه. ها. كانت شوية خاطئة. طيب. خلاص أختي أنتي وضحي صوتك، تراك تتكلمين ظاهر مقرب السماعة مرة. ايوه اختك كانها توم خلصا باس في بيت خالتك. ايوه فجيت انا بالحقيقه، فجيت لوحده من بنات خالاتي انه جيبي عبايتي عشان اجي معك. اجي مع اختي يعني. فقعدت استناها طولت مره. فعرفت اختي تناني تحت يعني. ها شلون؟ فبعدين شفت ام خالتي مره ثانيه. كنت انا زي ذكرتها انه جيبي عبايتي عشان الحق اختي. نفس الشيء راحت ولعبت جعت. وبعدين وانا قاعدة استنى شفت اثنين من بنات عمك بنات خالاتي. لا والله ما هو واضح ولا ادري ايش تقولين، ان بغيت الصدق بعض الكلمات افهمها وبعضها لا. الو. ايه. الو. ايوه. لأن الشبكة عندي شوي ضعيفة. الو. طيب اتصل اتصال ثاني لعل تكون الشبكة اوضح. ايه. اتصلي وقت ثاني. لا انت تقولين اوضح كلمه واحده انا افهمها، لكن تسردين الرؤيا ما عاد افهم. غيري مكانك واتصلي. الله يحفظك يا اختي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك، تفضل. زاد فضلك. أخوي أنا حلمت في واحد قريبي قبل أسبوعين ممكن، صار عليه حادث هو وواحد أخويا، وقالوا إنه متوفوا، أسعفوه من المستشفى، وقعدوا حول أسبوع في المستشفى، وبعد أسبوع جاني شيخ صالح المغامسي وقال لي إن قريبك حي وما مات، وهم قالوا لنا إنهم ماتوا. بعدين صحت قال انه حي ما مات، ورحت وشفته في العنايه المركزه قاعدين الاطباء حوله يصحونه، وصحى اول ما صحى قام يبتسم لي. وبعدين رحت اركض عند امه وخبرتها انه ما مات، وقعدنا كلنا نصارخ فرحانين عشانه ما مات، وانتهى الحلم. طيب هذا صاحبك ولا شيء قرب لك؟ هو قريب يعني، قريب من الدرجة الأولى، وأنا خاطب أخته. محافظ على صلاته، محافظ على أمور دينه، ولا مقصر؟ الحمد لله. لا الحمد لله. أموره طيبة دينيا؟ إيه الحمد لله. هذه الرؤية متى؟ قبل أسبوعين أو أسبوع 10 أيام كده. أيوة. رأيت إنها صاب حادث هو واحد من أقاربه، من أخوياه وزملاء. لا أي من أخوياه. أي من أخوياه. إيه. وبعدين شيء خبر إنه مات وكذا. جانا خبر إنه توفوا، وبعدين قال لنا جاء الشيخ صالح المغامسي جاني أنا ويقول له قريبك ما مات، قريبك حي. طيب أنا أقول الرؤية والله العالم هداية لهذا الشاب وصلاح في حاله أكثر، والله أعلم. ما سمعتك يا شيخ. أقول الرؤية تدل على صلاح هذا الشاب وهداية بإذن الله بشكل أكبر إن شاء الله. الله يجزاه خير يا شيخ، ما قصر. الله يحفظك. شكرا لك. السلام عليكم. عفوا. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام.
وعليكم السلام. تفضلي. الو. تفضلي. الو. اسمعك تفضلي. يا شيخ انا حلمت احلمت قبل 3 شهور تقريبا كاني اولد نفسي، وكاني في بيتي على سريري اولد نفسي، وكاني جبت بنيه، وكاني اكلم زوجي جنبي اقول المشيمه ما نزلت ودري المستشفى، كان يقول لي لا اصبري انت جبتي يعني ولدتي وتقدرين تنزلين ينزل المشيمه تنزلينها. كان يعني قعدت كذا وقت وبعدين نزلت المشيمه وكنت فرحانه انها نزلت كانها كيس ابيض. وبعدين انقلب الحلم كاني يعلم اهلي في والدتي وكانوا مستغربين يقول متى حملتي؟ وكاني واحده من اخواتي اساسا هي حامل للحين حامل، وكانها ترد علي ومدري تكلم رجالها تقول حملت ما درينا عنها ولدت ما درينا عنها. حملت او ما حملت معي ولدت قبلي وما درينا عنها شيء زي كذا. وكان انقلب الحلم كاني داخل في محل مجوهرات وكان الماس وكذا ومعي امي واهلي، وكاني عجبتني خرسان حلق الماس، وكاني طلعت واحده. يا شيخ تسمعني؟ ايه. الو. ايه هي اسمعك. ايه كني طلعت واحد وكني طلعت يعني حلق، والثانيه كان فيها فص طايح. فما قلت لراعية المحل الحرمة قلت طلعي لي نفسها نفس هذه. طلعت لي واحدة ميد نفسها كانها طويلة، كان يقولها هذه ميد نفسها، قالت هذه